وياه مرت فيك مواقف معينه فتتذكر شيء تبغى تقول عشان ما تنساه. وشي هذا موسع بالحصان وكعيته اثناء لحظه الكع. حصل ثلاث امور: اثناء الكع اخو مع بسيطه من الارض حصى، وفي نفس اللحظه اللي خثع خاف من جحر نمل يساره، يعني امر كعه يتلوه مباشره، خثعة بسيطه يتلوها مباشره جفله من شيء معين يسار، فهي عباره عن ثلاث كعات ورا بعض منفصله عن بعض، امر وخثعه ادت الى تخفيف سرعه وجفله، يعني ثلاث تدبيلات خلينا نقول متضاده. طبعا الظهر ما يتحرك شعره قدام بامر الله دقه يد. لو كنت راكب بالسرد نفس الحاله هذه، وش اللي بيثبتك ثلاث امور؟ تحط وزنك على الركاب وتزر جسمك كله زر على الركابه والركابه تثبت، يعني كانك باختصار راكب السياره وحاطط رجلك على الدعاسه والدعاسه ثبتتك، كانك راكب سياره وما في دعاسه بتوقف، اضطرت توخر رجلك على الزولت ولا ذاك، هنا لو ما في شيء يثبتك تطيح تصرق بالحصان وتصير اذانه في الوضع هذا. لو كنت تركب بدون سرد خطا، اللي حاصل انك في الركوب بدون سرد تضطر تثبت نفسك عن طريق انك ثبته هو، فهو لما كع كان دقه جيده فما كع قبلك كع معك، لما خثع تعاملك مع خثعة جيد فما خلاه يروح قدامك أو وراك، أنت وياه سوا. لما فز من الشيء اللي ساره وخلاه كع زيادة عن اللزوم أو قوي أنه قدامه يسار، مواكبتك للي سواه خلاك توقف معه بالضبط، ما توقف قبله أو بعده، فتوازنك ما اختل لأنك تحكمت بتوازن الحصان أثناء كعه. نفس الكع دي نفس الوضع ده يصير معك في السرج، لكن لن تتعلم نص الشيء اللي تعلمته بدون سرج ضعف المدة. يعني اللي تعلمته في الوضعيه هذه من الركوب بدون سرج مرتين عشان تتعلم نفسه بالسرج يبغى لك خلينا نقول 200 مره، ويمكن تعلم يمكن لا، انك انت مطالب تتعلم السرج ثبتك. هي الفكره اللي دائما اقولها، تخيل انك كنت تركب او شفت مقطع شخص راكب، تخيل انك كان هنا بدون سرج، دائما شوف المقطع وشوف تخيل لما كان بدون سرج، يتضح لك ان 90% من طرق الركوب الصحيحه مو الخاطئه الصحيحه. بعض الحركات اللي يسويها الحصان بالمقطع حرفيا لو شلنا السرج اختفى طاح الراكب، هو جيد ركوبه صحيح، ما تركب ركوب خاطئ. يعني صار مثلا كان قامص او صار كان رايغ او كان صار مندفع قافز الى اخره، تخيل انك في اللحظه دي شلت السرج، بتلاقي كان حاط وزنك كله على الركاب، لو شلت السرج طاح يمين ويسار. يركب بدون سرج حتى لو ركب بالسرج يركب بالسرج كانه راكب بدون سرج، لو فكت السرج ما طاح. قلت له سابقا في قصور ظلام وغيرها واش مال السرج، كان يقول يبغى التعافي يركب صح بالسرج، تلقى وضعيته بالسرج كانه راكب بدون سرج، يعني مو معتمد على السرج اعتماد زايد الثبات. عكس يركب خطأ تلاحظ ان ركوب السرج يختلف اختلاف جذري عن ركوب بدون سرج، ذاتنا لو ركب بدون سرج يركب كان ركب سرج تشعبط ويضم رجوله زياده، وكل ما تحسن ركوبك زي ما ذكرت سابقا ما تثبت نفسك على الحصان بالشعبطه، ثبت الحصان تحتك عن طريق التحكم توازنه فيسهل عليك الثبات عليه. هذا مصدر ان الركوب بدون سرج يجبرك على التعلم، الركوب بالسرج ما يجبرك على عدم التعلم بس يغريك على عدم التعلم.